تقوم تبشره. يوم الاثنين اتصل رجل من السودان، وطبعا انا ما فتحت باب للاسئله في الدرس على شكه المحاضره شويه طويله، وقلت يعني خليني اخلص من المحاضره، لكن الاسئله كانت تاتي على هذول اللي قاعدين على الكنترول هذا وسجلوها. فمن السودان رجل اتصل قال هذه رؤيا رايتها، بلغها للشيخ يبشر بها الشيخ علي الحلبي. يقول هذا السوداني: انا رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ورايت بجواره وعن يمينه الشيخ الألباني رحمه الله. يقول: والذي يقف على رأس الشيخ الألباني يحرسه هو الشيخ علي الحلبي. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ومشى، هو يقول بلغته إيش؟ خطوة خطوة. قال: والشيخ الألباني ورا النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، واللي ماشي حرس وراهم الاثنين مين؟ الشيخ علي. هذه فيها بشرى لهم، بشرى للشيخ الألباني وبشرى للشيخ علي، لأنه يسير خلف مين؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الشيخ الألباني، وبشرى أنه هو الواقف حرس، حرس على الشيخ. فعلا أكثر واحد دافع عن الشيخ الألباني في هذا في هذه الفتنة وبعد موت الشيخ هو الشيخ علي، صلى الله أن يثيبه ويحجره. كانت هجمة على الشيخ، وهو كان أكثر واحد كتب ويدافع إلى الآن. فالتقيت به امبارح، كان في جهة أخ من إخواننا بتنخطب بنته، التقيت أنا هو صح ابو البنت، قال انا اتكلم يعني اعطي للناس، انا قدمته ويعطي للناس الشيخ علي، مع ان انا اكبر منه سنا، ومع ذلك بشرته امام الناس كلهم بهذه الرؤيه. كيف هذه البشرى وكيف تقديمي له امام الناس انه يتكلم؟ اليست هذه تعطي موقف عنده ومحبه ما ينساها ابدا؟ لما لا نتعامل هكذا؟ فيكون في بين الدعاء ايش؟ محبه.